السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، شات معكم البارح قلت لكم بأن رافورد جرى فيها وفيها وفيها. واحد الواحد كتب لي تاهو في تعليق، وهذا ثاني تعليق قال لك الا كنتي سبع جيب لي معلومات على فورجا، يعني خاصني نعطيه شي دليل ولا شي حاجه بان راه فورجا ماشي كلها فيها المدرح وفيها المضروب وفيها، لان كاين مدن اخرى، كاين عمالات اخرى، مقاطعات بحال كازيرتا ونابولي فيها اكثر من فورجا ديال المدرح. المهم عندي ليك واحد البيك، واحد الجواب من البريفيتورا، جاوبت الباترون، غادي نشاركو معاك. كنت بغا تقول سبع قول سبع، بغا تقول مش قول مش، شغلك هذاك. المهم كنجيب لك معلومات اللي هي عندها من مصادر مطابق الحال وموثوقة، وغادي تشوف شنو كاين، وغادي نشارك معاكم الإخوان وزارة الداخلية البلاغ اللي حطت. وزارة الداخلية حطت واحد البوست كتنبيه للناس اللي دفعوا وعندهم الروسيات، يعني كلكم معنيين بالأمر، أي واحد عنده الروسي. أنا الناس كيشاركوا معايا الروسيات، كيقول لي شوف يا خويا هذا الروسي هذا. واحد الأخ البارح دخل عندي لح لي الروسي ديالو، فاش شفته قلت له مضروب مزور، وهو يعيط للسيد اللي عاطيه الروسي. هذاك السيد زرب عليه، قال لي صحيح، قال لي شكون قال لك هذه الهضره هذه، هو يدخل عير في التعليق وعير في الخاص من طبيعه الحال، وانا بلوكيته لانني متاكد بان هذاك الروسي راه مضروب 100% بلوكيته. وانا غادي نشارك معكم دابا حاليا اشنو قالت وزاره الداخليه، وهذا الموضوع هذا ديال الكود ديال الروسي شاركته معكم وقلت لكم، ودرت تقريبا شي جوج فيديوهات قبل ما تنشروا وزارة الداخلية. غنشارك معكم الإخوان من المصدر، هذا الشيء ما كنتش باغي نشاركه، ولكن فاش كاين بعض الإخوان في المثال ما كيتيقش الروسي ديالك ما خاصكش ترسلو ليا أنا، أنا ماشي كويستورة، ماشي بريفيتورة، أنا ماشي محامي. الروسي ديالك باش تأكد واش طالب صحيح ولا ما صحيحش، خاصك تخلص محامي، خلص عليه محامي باش يجاوبك وهو يتواصل مع البريفيتورة، ولا ارسلو أنت شخصية البريفيتورة، ما ترسلوش ليا أنا، أنا كنعطيك معلومات في فيديو. وهذا هو جهدي عليكم الاخوان، باش نعطي لواحد معلومه ونقول له الروسي مضروب وهو بادي ب 77 ولا 88 ولا كتقول له راه مضروب، كيعيط الاخر كيزرب عليه، كنوليو حنا اللي كذابين، ولا شي واحد كيعلو لك شنو الله وسطه صحيحه، صحيحه انه الله وسطه. وفي القنصليه ديال كازابلانكا كيقولوا لي طاحت من السيستم، كيقول لك فلان قال لنا صحيحه وهي ما كايناش في السيستم. اللي بغى يتاكد من شي حاجه يعيط للبريفيتورا، ولا يشد محامي يتواصل معاه هنا يشوف شي واحد في العائله ويخلصوا، وهذا خارج من باب واسع. غادي نشارك معكم الاخوان، غادي نحاول انني نزرب، غادي نشارك معكم الاخوان فورجا باش تعرف بان ما فيهاش كامل المدرح. غادي نشارك معك البيك اللي رسل الباترون وجا الرد من البريفيتورا من سبورتيلو اونيكو ايميغراسيوني. اشنو كيقول سبورتيلو اونيكو ايميغراسيوني للباترون؟ كيقول له غادي نخلي لك هنا، نخلي لكم هنا، هذا راه الرد ديال سبورتيلو اونيكو ايميغراسيوني. كيقولوا لي الكونترا حقاش الدراري ديال فورجا تواصلوا مع الباترونات، عندك حق تواصل مع الباترون تقول له انت كيفاش هذا البلان هذا، انا عاطيني كونترا مضروبه، القنصليه ما كايناش، ما عندهاش السيستم، راها طايحه. كاين المزور وكاين الصحيح كيف ما قلت لكم البارح. الباترون هذا الشيء راه 29 تقريبا، 29 في شهر 12، يعني غير الاسبوع اللي فات. جاه الرد من عند البريفيتورا مع سبورتيلو اونيكو بير ميغراسيوني، كيقولوا ليه الكونترا كاينه في السيستم، الكونترا صحيحه، المشكل فين كاين؟ في القنصليه. حنا ما كنطابعوش الفيزا، قالت لهم حنا هاد نور لا وسطى صادره من عندنا، وريزولت انكورا ان سيستيما كاينه باقا في السيستم، ولكن المشكل فين كاين؟ كاين لهيها الاخوان. راه هادشي علاش قلت لكم ما نظلموش الناس، كاين الناس اللي هي كتخدم معقول وكاين الناس اللي هي كتنصم بطبيعه الحال، حنا ما نظلموش هادوك اللي كيخدموا معقولين. خرج لك كونترا خاصنا نشوفوا المشكل فين كاين، راه كاين لهيها اخوتي، يعني ماشي كنقول لكم انتم كاملين ديال فورجا راه عندكم نفس الكونترا صحيحه، لا، راه كاين اللي عنده كونترا مضروبه، ولكن خاصو يتواصل مع رب العمل كيف ما دار السيد. فاش تواصل معاه ورك عليه مشى هو البريفيتورا ولا رسل بيك البريفيتورا وجاه الرد، راه هذا هو الرد الاخوان كتشوفوا فيه قدامكم مصدر، قالوا ليه كونترا كاينه، كونترا صحيحه، ولكن ماشي المهمه ديال سبورتيلو اونيكو، ماشي المهمه ديال البريفيتورا في المثال ولا هذا المكتب هو اللي خاصو يطبع الفيزا، راه المشكل كاين في القنصليه. خير دليل هو هذا الاخوان، ماشي الفوجا كامله كاين كونترات مزورين، ولا ماشي كاملين نقولوا كاينين، يعني الكونترات هما هادوك. الواحد جاتو جاه الرفض، جاه ما كاينش السيستم، يتواصل مع رب العمل، يرسل
بيك باش انهم يعطوك لوكي الى جا الاوكي من عند البريفيتورا بان راه فالسه عرف بلا راه فالسه وخذ فلوسك انت عاطي شي حاجه ولا هلل عليه. الى شتي بحال هذا الجواب هذا بان راه كاينه وما كاينش المشكل عندنا وهاد نور الله وسطا كاينه ولكن المشكل كاين في القنصليه شوف علاش تما الله اعلم ما عرفتش انا علاش خاصكم تسولوا على راسكم اللي جاه الرفض يتواصل مع الباترون ما يبقاش يسول في قنوات والصفحه اشنو السبب تواصل سيدي مع الباترون انا عاطي رزقي واخا ما تكونش عاطي نعرف المشكل فين كاين الباترون يتواصل ليا مع القنصليه مع البريفيتورا بالبيك ويعطيني نشوف انا تنشوف هنا انا كنامن بهذا الشيء اللي كنشوف شي حاجه سمعتها لا ولا شي حاجه غير سامعه باش نشاركها معاك لا هذا خير داري بان فوجا ماشي كلشي فيها المزوره الاخوان راه هذا الشيء اللي قلت لكم البارح وانا نجاوب هذاك الاخ اللي كتب لي في التعليق الا كنتي سبع انا سبع دابا انا جبت لك الدليل ولكن انت خاصك تسول على راسك ما فيما يخص الروسيه الاخوان غادي نشارك معكم هذا الموضوع حتى هو بالزربه الاخوان البارح السيد قال لي لا راك شريتي لي الصداع مع الباترون مع السمسار لانه زرب عليه عنده روسي مضروب انت عندك روسي بادي ب 77 ولا 88 ولا ب 55 مضروب الروسيات اللي قالت وزاره الداخليه ونخلي لكم هنا الاخوان وهذا الشيء هضرت عليه انا قبل وزاره الداخليه قالت لكم يعني هذا راه تنبيه من وزاره الداخليه قالت لكم هالروسيات هالكود الصحيح اللي كيبدا به موديل لبي وستاجيونالي سمعوني مزيان واش شي هضرت عليه انا قبل ما تحطوا وزاره الداخليه ها هي وزاره الداخليه دابا كتاكد هادشي هذا قالت لكم اتينتي اللي دوماندي ديال ديكريتو فلوسي 2023 اللي ريتشيفوتي كونترافاتي يعني مزورين كودشي دافاري اتينسيوني وانا غنخلي لكم كلشي هنا كودشي دافاري قالت لكم ب 2020 راه بادي ب 56 صفر يعني هنا كنشوفوا 56 اللي عندكم 08 وماشي عندك 77 صاحبي ولا 88 وتقول لي لا شريتي لي صداع مع الباترون سير خذ فلوسك وقالت لكم لتحت مكتوبه ستاجيونالي كتبدا ب 030 هما تما ما مكملينوش عام الاول كان 0308 وهذا العام راه كاينه 0309 باش تعرف بان راه كنجيب لك اخبار ومعلومات اللي في المستوى وكنحضرك دائما ولا قلت لك هذاك الروسي راه مضروب مزور عرف بانه مضروب راه هادو هما الكودات اللي كتبدا بهم ب 2020 عقد عمل غير موسمي وستاجيونالي كتاكد فيه وزاره الداخليه كتقول لك راه هادو انتباه كتقول لك اودني منك وسير خذ فلوسك الا كان الروسي عندك بادي ب 88 ولا ب 82 ولا 85 ولا 77 سير خذ فلوسك الا ما كانش بادي بهذا الشيء هذا راه واخا يكون بادي بهذا الشيء هذا راه كاين شي روسيات اللي هما كيضربوهم مضروبين وحضي راسك وسول على راسك وخذ محامي وخلصوا ولا ارسلها للبريفيتورا انا راه كنجيب لكم معلومات وهذا جهدي عليكم اخوتي والله يسهل عليكم.